بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم أينما كنتم وحيثما تواجدتم على جنبات أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الطبية استكمالا لمنافسات. نشاهد ونتابع كيف ستكون الكرة الثابتة، كيف هي اللقطة القادمة ملعوبة عليك. طريق نواف الحارثي يسجل، ونواف الحارثي يصل الى مرمى قوات الطوارئ الخاصة. كرة ثابتة ملعوبة بالمقص، كرة ثابتة ملعوبة بالمسطرة والقلم على قدم نواف الحارثي. البدورة ينقلها باتجاه المرمى ويسجل اول اهداف الدفاع المدني في هذه المباراة. لمصلحة فريق الطوارئ الآن والانتظار لكورة ملعوبة عالية وسريعة إلى الأمام فيها متابعة. هذه فرصة وخطورة في اتجاه المرمى. باسيبول على البديل الناجح، على البديل اللي يبدل الموازين عواط الحارثي. يعيد الطوارئ إلى المباراة من جديد، واحد واحد كرة يعاقب من خلالها الدفاع المدني على إهداره للفرص المتاحة. عواض اللي يعوض تأخر الدفاع أو يعوض تأخر الطوارئ ويعيدهم إلى المباراة من جديد. هذه فيها لمسة مدرب، هذه فيها لمسة مدرب، هذه فيها تكتيك مدرب، هذه فيها عمل، فيها عودة، فيها إلى المباراة من جديد. يعودون واحد واحد من أجل أن تبقى المباراة إيجابية، واحد واحد من أجل أن تكون الأمور، لكن هذه كورة من أجل أن تغير كل الأمور. الله! الدفاع المدني برد السريع يتقدمون وبكرة مميزة وجميلة يسجلون من المسافات البعيدة، يقربون الانتصار من المسافات البعيدة. الدفاع المدني يعود إلى المباراة من جديد. 2-1 ياهي حلاوة، 2-1 ياهي طلاوة، 2-1 ياهي روعة للحكاية، ياهي قمة منتظرة، ياهي إثارة منتظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وأخيرا طبعا نشكركم على الاستضافة، والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن طلعنا لنا شرف، الحمد لله طلعنا بالمستوى المأمول في هذا المباراة والحمد لله. خسارة بعد العودة من تعادل، كيف كانت المباراة؟ والله صراحة كانت مباراة شيقة واستمتعنا يعني حقيقة من الطرفين، يعني لا تقول طواري ولا تقول دفاع مدني، والحمد لله يعني فعلا الفريقين كلها حتى الجمهور استمتع. ونحن ضيعنا صراحة، ضيعنا فرص وهم ضيعوا فرص ما يبلغ. نحن بالنسبة للهدف اللي جبناه التعادل وجاء الهدف سريع، يعني كان الحارس ما ركز فيها، والحمد لله هذه أخطاء طبعا كرة القدم معروف، يعني إذا ما ركز في تكون في يومك حتتأثر طبعا المباراة. لكن الحمد لله يعني نحن الآن بالعكس أنا ماني زعلان قد ماني يعني بالسبب، يمكن زعلان برضو إنه مضيع فرص، ولكن أنا بالمجهود بالمستوى إن شاء الله أوصل إن شاء الله الدور الثاني إن شاء الله. ما هي العوامل التي ستدخل بها في المباراة الأخيرة الثالثة؟ طبعا أكيد يعني المباراة الأخيرة تكون أو لا تكون، يعني لابد ما قدامنا إلا فوز، غير الفوز ما في، على حسب النتائج الفرق اليوم اللي حتلعب، بس نحن ما ننظر إلى الفوز، غير الفوز ما في. لو سمح الله يعني المباراة الأخيرة تعادلنا أو خسرنا خلاص برا، لازم نفوز عشان برضو المباراة هذه الأخيرة اللي حكون مدينة الملك عبد الله طبعا مع الدفاع المدني حتتبين يعني. لكن احنا مباراة لازم نفوز وبعدين ان شاء الله ننظر. والله مباراة كانت قوية من الطرفين، ثاني مباراة في البطولة، لسه الرتم ما ارتفع، لياقيا باقي للفريق يجهز لياقيا وان شاء الله يظهر بصورة افضل. الطواري كان فريق منظم وعنده اصرار انه يعدل النتيجة بعد ما تأخر، ولكن الحمد لله توفقنا وحققنا النتيجة، وهو الأهم 3 نقاط. في آخر 10 دقائق من المباراة شاهدنا ضغط كبير وعالي من قوات الطوارئ الخاصة، هل كنتم خائفين من إدراك التعادل لقوات الطوارئ الخاصة؟ طبيعي يضغط فريق الطوالي، فريق خسران ما عنده حل إلا أنه يفوز عشان يتأهل للأدوار النهائية تقريبا،
هو متعادل في المباراة الأولى. المباراة هذه متأخر، طبيعي أنه يصير منه ضغط، أي فريق خسران لازم يحاول يضغط ويلعب بكل أوراقه، خاصة مباراة 30 دقيقة، ونحن لازم نتراجع ونتحفظ في ملعبنا ونلعب على الكرات المرتدة والكرات السريعة، فهذا شيء طبيعي يعني لابد أنه يضغط. بما أن فريق منتخب الدفاع المدني من الفرق المرشحة في هذه البطولة، يعني هل ستظهرون بالشكل المطلوب وتفون بالوعود؟ والله أكيد نحن ما شاركنا في البطولة هذه إلا نطمح إننا نحققها، ولكن البطولة فيها فرق قوية وفي النهاية البطل واحد. عندنا فرق قوية في البطولة، عندنا المنشآت، عندنا الحج والعمرة، عندنا تقريبا كل الفرق تقريبا قوية. ما لحد الآن يعني ما بدأت تظهر الصورة النهائية، لكن احنا ما شاركنا في البطولة هذه إلا هدفنا إن شاء الله اللقب بحول الله وعزته إن شاء الله نحققها. كيف كانت المباراة وكيف شاهدت مباراة منتخب قوات الطوارئ الخاصة في هذا اللقب؟ الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ما السبب غيابك بما أنك كنت أساسي في المباراة الماضية؟ الله مرافق مع أخوي في المستشفى. الحمد لله الحمد لله سلام عليك. الله يسلمك. هل المباراة القادمة ستكون متواجد بإذن الله؟ بإذن الله بإذن الله. سؤال أخير لكابتن مازن، ما رأيك بالبطولة؟ كيف؟ ما رأيك بالبطولة؟ بطولة جيدة إن شاء الله، إن شاء الله نحققها.